مشاهدينا أهلا بكم. ما قبل الهدنة كما بعدها، وفي اليوم 76 للإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، نحن أمام واحدة من أعنف الليالي التي مرت على قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي الأعمى من رفح إلى خان يونس والمنطقة الوسطى، وصولا إلى شمالي القطاع، تحديدا إلى جباليا، جباليا التي تحولت إلى قلعة مقاومة شأنها شأن كل مناطق غزة وفلسطين. وبحسب مراسلي الميادين، فقد تحولت جباليا إلى منطقة منكوبة لا يمكن لأي جهة التوجه إليها للمساعدة، وذلك بسبب المنع الإسرائيلي، وهذا سيؤدي إلى تحلل الجثث في الشوارع. كل ما أنجزه الاحتلال حتى الساعة هو البطش، المجازر، ووضع كل المراكز الصحية في شمال قطاع غزة تحديدا خارج الخدمة. هذا كل ما أنجزه الاحتلال الذي يحاول أن يسابق الوقت لتسجيل أي نقطة لمصلحته يعتقد أنها قد تفيده في أي مفاوضات حاصلة لصفقة تبادل. لكن نتيجة الاحتلال إلى الآن صفر، مغمس بدماء الأبرياء والمدنيين. فأي مدى بلغة دقة المعلومات التي تتحدث عن ضغوط أمريكية على إسرائيل للقبول بهدنة جديدة وطويلة؟ وأي أفق لصفقة تبادل واسعة تتضمن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تخلى عنه العالم؟ وأي تأثير لجبهات المساندة في مسار هذه الحرب؟ وماذا سيرسم الميدان للمقبل من الأيام؟ نجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيوفنا، نناقش هذه الساعة من التغطية مع كل هذه النقاط مع ضيوفنا لليوم. بداية نقف على آخر المستجدات مع مراسلينا وشبكة مراسلينا، لكن لنرحب بداية بالأستاذ سمير الحسن الخبير بالشؤون العسكرية والسياسية معنا في الاستوديو، كذلك نرحب بالدكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت معنا من رام الله. أولا نبدأ من غزة من الميدان مع الزميل أحمد غانم لمتابعة آخر المستجدات الميدانية والإنسانية. معك أحمد، تفضل. نعم محمد، نبدأ من تفاصيل استهداف مدير معبر كرم أبو سالم التجاري وهو بسام غبن، بينما كان العقيد بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم التجاري يتفقد العمل في معبر بمرافق معبر كرم أبو سالم ومتابعة مرور الشاحنات عبر هذا المعبر بعد التنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الشريط الحدود الفاصل. تم استهدافه مع ثلاثة موظفين في المعبر بصاروخ من طائرة استطلاع، ما أدى إلى استشهادهم جميعا، وهذا مؤشر يؤكد بأن إسرائيل تعمدت اغتيال هذا الشخص مع ثلاثة من موظفي المعبر، مع العلم بحسب وائل أبو عمر مسؤول الإعلام في معبر رفح على لسانه قال طبعا أو نقل لنا هذا التصريح، وهذا ربما مؤشر على أن عملية الاستهداف تمت مع سبق إصرار وترصد. بطبيعة الحال الاستهداف تم على الشريط الحدودي في المعبر الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية بطبيعة الحال، وليس داخل المعبر طبعا أو على أطراف المعبر الذي تسيطر عليه أو تتحكم فيه إسرائيل. على كل حال هذه كانت آخر، هؤلاء كانوا ربما آخر الشهداء الذين ارتقوا بغارات إسرائيلية امتدت منذ الصباح الباكر، حيث ارتقى عشرات الشهداء في قصف منزل في منطقة الشعوت، عشرات الشهداء في استهداف محيط الأوروبي شرقي خان يونس، وثلاثة 13 شهيدا في قلب خان يونس ومناطق زراعية أخرى في ذات المدينة. الغارات من الطائرات الحربية ترافقت وتزامنت مع قصف مدفعي عنيف ما يزال متواصلا حتى هذه الساعة في مناطق مختلفة من القطاع، ولا سيما على الشريط الحدودي سواء لرفح شرقي خان يونس وكذلك وسط مدينة خان يونس، مرورا بالمنطقة الوسطى جنوب شرق دير البلح وشمال شرق دير البلح، حيث استمعنا خلال الساعة الماضية إلى أصوات إطلاق نار مكثف من الآليات المتمركزة جنوب شرق
شرق دير البلح. في منطقة المنطقة الوسطى هنا لم يسجل وقوع شهداء خلال الساعتين الماضيتين على الأقل، بينما في مدينة غزة وشمال القطاع يمكن القول بأن هذه المناطق هي مناطق منكوبة. كنا تحدثنا عن واقع صحي صعب بعد خروج كافة المراكز الصحية عن العمل عن الخدمة كما قالت وزارة الصحة. مركز الهلال الأحمر، مركز الإسعاف الوحيد في بلدة جباليا، لازال محاصرا من قبل الدبابات الإسرائيلية، وهناك عشرات من الجرحى وكذلك طواقم الإسعاف ما تزال متواجدة داخل هذا المبنى المحاصر، والدبابات الإسرائيلية تطلق النار والقذائف المدفعية على محيطه. مدينة غزة وتحديدا حي الزيتون، الشجاعية، الشعف والدرج وكافة المناطق التي تمثل الخاصرة الشرقية المطلة على الحدود كلها تتعرض إلى قصف بالطائرات الحربية وكذلك القذائف المدفعية. الحرب الأخطر التي تشن على شمال القطاع كما ذكرنا في مداخلات سابقة ليست فقط حربا عسكرية بهدف الإبادة الجماعية، وإنما حرب تجويع، حرب ضد مقدرات الصحة بحيث يموت الناس هناك أكثر من مرة. على كل حال محمد، اسمح لنا أن نرحب بالسيد حسام خضرة وهو كاتب ومحلل، نضال خضرة عفوا، كاتب ومحلل سياسي، يعني نقرأ معه سيناريوهات المرحلة المقبلة. تحياتي سيد نضال، كيف تقرؤون سيناريوهات ما يجري على الأرض في ظل يبدو عجز إسرائيل عن تحقيق أي هدف على الأرض، وثانيا الإنجازات التي تحققها المقاومة يوميا؟ من الواضح أحمد أن إسرائيل تدرك منذ بداية هذه العملية العسكرية أن السقف الذي وضعته هو سقف عالي جدا. عندما تتحدث إسرائيل وتتحدث هذه الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة الفاشية، عن اجتثاث حركة حماس كحركة مقاومة وحركة وفصائل المقاومة، هذا كلاما ليس منطقيا وليس موضوعيا. إسرائيل تدرك من خلال مؤسساتها الأمنية، من خلال جهاز الشباك، من خلال جهاز الموساد، من خلال كل مؤسساتها الأمنية وكل المؤسسات الأمنية التي تخدم على أمن دولة إسرائيل سواء دوليا وإقليميا، تدرك أن حماس تنظيم متجذر وتنظيم كبير في الشعب الفلسطيني، وبغض النظر عن أي شيء، وأن اجتثاث فصائل المقاومة هذا كلام عبثي وكلام غير واقعي. ما يحصل الآن أحمد هو عملية، يعني دائما نتحدث أن الجيوب الاستيطانية تعتمد على ثلاث مرتكزات. المرتكز الأول هو الهجرات التي بدافع الإغراءات والتهويد، والمرتكز الثاني هو تعزيز الصراع، والمرتكز الثالث هو إدارة هذا الصراع. من الواضح أن هذه الحكومة، أن من يدير هذه الحرب هي الدولة العميقة في دولة إسرائيل التي تدير هذه الحرب بهدف إدارة هذا الصراع. وأنا بقول لكم مسؤول عن هذا الكلام، أن على إسرائيل الذي تعتقد إذا من خلال هذه الحرب الإبادة وهذا هذا التطهير العرقي الذي يمارس باتجاه الشعب الفلسطيني، أنها من الممكن أن يعني تكوي وعي الشعب الفلسطيني هي واهمة. على إسرائيل أن تنتظر الأجيال القادمة. وأنا بقول لك في المنظور الاستراتيجي هذه الحرب نحن الفلسطينيين دفعنا الكثير من الدماء فيها، ولكن في المنظور الاستراتيجي إسرائيل هي الخاسرة في ظل ثورة الإعلام، ثورة الإعلام التي أدت إلى آخر استطلاعات في الولايات المتحدة الأمريكية أن 57% من الأمريكان يعتقدوا أن إدارة بايدن تدعم إسرائيل، وإسرائيل دولة متجبرة متكبرة، دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني، في ظل ثورة الإعلام، برغم أن هذه الثورة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من قبل رأس المال اليهودي ورأس المال الغربي، إلا أن هذه المواقع كمن أطلق صاروخا وفقد السيطرة عليه. أي طفل في المجتمع الدولي في أوروبا في أمريكا يريد بسهولة يستطيع أن يصل إلى هذه الحقيقة، واليوم الحقيقة باتت واضحة. إسرائيل دولة متكبرة، دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. ما نشاهده الآن هو شيء يعني يدنا له، يعني شيء لم نشاهده في الحرب العالمية الثانية. لماذا تستجدي إسرائيل هدنة الآن حسب ما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك هدنة مطروحة قد تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة؟ لماذا إسرائيل مصرة على هدنة مؤقتة وليس وقفا دائما لإطلاق؟ من الواضح أن هناك تباين في المؤسسات العسكرية، تباين في مؤسسة الشباك، تباين في مؤسسة جيش الاحتلال. عندما يعني الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي أعلن أن جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما تحدث وقال أن تم استهداف ثلاث محتجزين، هذا يأتي في إطار أزمة الجيش الموجودة في قطاع غزة، وكأن الجيش يريد أن يصدر أزمة للمستوى السياسي.
الحقيقة أن جيش الاحتلال في قطاع غزة بكل ما فعله، بكل هذا الذي تراه، لم يحقق أي إنجاز. أعطيني إنجاز واحد حققه، باستثناء لدينا ما يقارب الآن أكثر من 20,000. الأرقام أنت تعلم أحمد أن الأرقام غير دقيقة. إذا المرصود 20,000 شهيد، نحن نتحدث عن أكثر من 35,000 شهيد، نحن نتحدث عن أكثر من 80,000 منزل تدمير كامل، نحن نتحدث عن أكثر من 350,000 منزل تدمير يتجاوز 80%، نحن نتحدث عن أكثر من 8,000 دلم دمرت أراضي زراعية، نحن نتحدث عن بنية تحتية منهارة، نحن نتحدث عن قطاع غير قابل للحياة. هل تتوقع نزول إسرائيل عن الشجرة قريبا؟ بالتأكيد، من خلال الاجتماعات التي تمت في بولندا بين ويليام بيرنز رئيس CIA وديفيد برينياع رئيس الموساد بحضور رئيس الوزراء القطري، هناك معلومات أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تضع السلالم لطرفي الصراع لينزلوا، لأن الخاسر الوحيد في هذه المعركة هم الخاسر قبل إسرائيل، خاسر الإدارة الأمريكية، الحزب الديمقراطي الذي ذاهب إلى انتخابات، والعالم لم يتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ثورة الإعلام وفي ظل التبني الحضاري وفي ظل كل ما نراه أن يتم ازدواجية معايير وأن يتم مساندة إسرائيل في هذا الصلف وفي هذا القتل. أنت تتحدث عن ما يقارب 10,000 طفل، يعني تدمير بيوت كاملة. لم تحقق إسرائيل أي أهداف تعلن عنها. إذا إسرائيل حققت أهداف تعلن عنها، وفي ظل ثورة الإعلام لم نرى أي هدف استراتيجي حققته إسرائيل من ضمن الأهداف. يعني هي تتحدث عن اجتثاث المقاومة، تتحدث عن زوال حكم حماس، برغم أن حماس كحكومة أعلنت أنها جاهزة لتسليم السلطة في غزة. حماس لا يعنيها السلطة في غزة، حماس جاهزة أن تذهب إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير كما تم الحديث عنه، وهناك مفاوضات كما تابعنا بين حركتي فتح وحماس في الدوحة واتصالات. سؤال أخير، كيف تقرأ الميدان؟ كيف تقرأ تعاطي المقاومة؟ يعني نشهد يوميا استهدافات من المقاومة للجيش الإسرائيلي بالصوت والصورة، في حين أن الصورة الإسرائيلية فقيرة، الرواية الإسرائيلية كاذبة تجاه تحقيق أي أهداف. كيف تقرأ سير المعارك بين المقاومة والجيش الإسرائيلي؟ أنا أقول لك، أنا أقرأ سير المعارك كلما رأيت صلفا أكثر وكلما رأيت عمليات إبادة أكثر، فهذه ردات فعل. نعم. يعني ردات فعل، يعني المقاومة الفلسطينية تحقق إنجازات، إسرائيل تذهب باتجاه المزيد من قصف منازل مأهولة، قصف أحياء مأهولة، سياسة هذا مؤشر. نعم. هذا مؤشر أن المقاومة تعمل. نعم، ردات فعل. ما نشاهده هو ردات فعل. أنت كما تلاحظ الآن بالأمس، يعني 60 غارة على منطقة جباليا، 60 غارة في منطقة غالبية سكانها من المدنيين. أنت تتحدث عن تجويع وقصف عشوائي في منطقة التفاح، في منطقة الدرج، بعيدا عن منطقة الشجاعية التي والزيتون وشرق غزة لا تشهد عمليات اشتباكات. هناك مناطق مدارس، يعني مدارس الإيواء، مراكز الإيواء، استهداف مراكز الإيواء بهذا الشكل وسقوط هذا الكم الكبير، هذا مؤشر أن ما يفعله جيش الاحتلال هو ردات فعل نتيجة صلابة فصائل المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. شكرا سيد نضال الخضرة، كاتب ومحلل سياسي. إذن هذا هو هذا هو الواقع، أو هذا هو المقروء ميدانيا من قبل يعني قادة الرأي والكتاب والمحللين السياسيين. ينبغي فقط الإشارة إلى أن معبر رفح لا يزال يستقبل أعداد محدودة من الشاحنات. لا نعرف إذا كان توقف عمل معبر كرم أبو سالم، ولكن بعد عملية اغتيال مدير المعبر، هل توقف المعبر؟ سنحاول يعني الاستفسار عن هذا الموضوع، لأنه تمت عملية الإغارة على بوابة معبر أو في أحد مرافق معبر كرم أبو سالم التجاري قبل ساعة من الآن. محمد، سنتابع معك التفاصيل أولا بأول. أحمد غانم مراسل الميادين في غزة، شكرا جزيلا لك. نتحول مباشرة إلى جنوب لبنان مع الزميل محمد درويش. محمد، إليك. وقبل قليل كان هناك خبر عاجل عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.
نعم محمد، قبل دقائق من الآن طبعا هناك عمليات متسارعة للمقاومة وعمليات متسارعة وتصاعدية وبمستويات عالية في كافة القطاعات الحدودية اللبنانية في جنوب لبنان مع فلسطين المحتلة. طبعا قبل دقائق من الآن رصدنا إطلاق صاروخ أو إطلاق نيران مباشرة من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع في الجليل الغربي، تلاه دولي سفارات الإنذار في بلدة عرب العرامشة الموجودة في الجليل الأعلى في مقابل بلدة الظهيرة اللبنانية في القطاع الغربي. طبعا هذا القطاع أيضا شهد صباحا أيضا إطلاق نيران مباشرة، هو صاروخ موجه باتجاه موقع رأس الناقورة البحري، أيضا طبعه يعني دوي سفارات الإنذار في موقع اليونيفيل القريب منه في هذه المنطقة في الجليل الغربي. من الجليل الغربي إلى من القطاع الغربي إلى القطاع الأوسط، حيث أيضا رصد إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة باتجاه مستوى مستوطنة دوفيف التي تقع بمقابل بلدة يارون اللبنانية في القطاع الأوسط ورميش، إضافة إلى إطلاق صاروخ آخر عدد من الصواريخ الموجهة باتجاه مستوطنة أفيفيم المقابلة لبلدتي عيترون وعيترون وبلدة مارون الراس. طبعا هذا الاستهداف رأيناه بالصور بالصوت والصورة على الأضرار التي أحدثتها هذه الصواريخ في مستوطنة أفيفيم، وحيث رصد الدخان يتصاعد من هذه المستوطنة التي تقع على الحدود مباشرة والمقامة على أراضي بلدة صلحة اللبنانية المحتلة. طبعا يعني تحدث الإعلام الإسرائيلي عن 3 إصابات في هذا الاستهداف، نقل إلى مستشفى زف في مدينة صفد. هذا ما يدعونا إلى السؤال، يعني هل هم قال الجيش، وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأنهم مدنيين، لكن يعود الجيش الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه مناطق مغلقة وليس فيها مدنيين. هذا يحولنا إلى سؤال، هل هم بالتأكيد مدنيين أم هم عسكريين، على اعتبار أن هذه المناطق الموجودة على الحدود هي يعني حولها الجيش الإسرائيلي إلى ثكنات عسكرية طبعا موجودة على الحدود. هذا بالنسبة للقطاع الأوسط. أما بالنسبة للقطاع الشرقي فقد رصد أيضا إطلاق صلية صاروخية كبيرة باتجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال بلدة كفر شوبة المحتلة، إضافة إلى إطلاق سفارات الإنذار في عدد من مستوطنات إصبع الجليل أو جنوب إصبع الجليل في هاغوشريم وسنير ودان ودفنة وبلدة الغجر اللبنانية، بعد يعني دخول مسيرة في أجواء تلك المستوطنات. قامت جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفعيل الدفاعات الجوية، وأيضا سمعت أصوات انفجار في أجواء مدينة صفد التي تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانية في عمق الجليل الأعلى. طبعا الاستهدافات الإسرائيلية كانت متواصلة اليوم، طبعا غارات جوية عنيفة شنت على مناطق في القطاع الشرقي في أطراف بلدات الميري والخريبي وأيضا رشية الفخار، إضافة إلى غارة جوية أو بثلاثة صواريخ نفذتها طائرة حربية إسرائيلية على منزل خال في بلدة كفر كلا. هذا المنزل موجود بمحاذاة السياج الحدودي، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف تعرضت له بلدات في القطاع الشرقي وكذلك في القطاع الأوسط، إضافة إلى أطراف بلدات الناقورة وطير حرفة في القطاع الغربي. شكرا جزيلا لك محمد درويش مراسل الميادين في جنوب لبنان، وبالتأكيد سنكون معك لمتابعة آخر المستجدات. نبدأ الحوار مع ضيفينا، لو نبدأ من رام الله، معك دكتور سعد نمر، ونطرح عليك ما طرحته الزميلة غراسيا في المقدمة من سؤال: إلى أي مدى بلغته دقة المعلومات فعليا عن ضغوط أمريكية على إسرائيل للقبول بهدنة جديدة ربما تكون أطول من الهدنة السابقة؟ مساء الخير لك ولكافة الإخوة المشاهدين ولضيفك في الأستوديو. يعني من الواضح جدا أن الآن الإسرائيليين والأمريكان أيضا هم في ورطة كيفية النزول عن الشجرة. الإسرائيليين قد وضعوا أهدافا عالية جدا ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء من هذه الأهداف على الصعيد العملي، لا قضية تهجير الفلسطينيين من غزة ولا قضية القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا أيضا قضية
تحرير الأسرى الذين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. هذا يجعل الأمريكان والإسرائيليين الآن في محاولة للذهاب باتجاه مخرج يخرجهم، وإسرائيل تحاول وبشدة أن يكون هذا المخرج يشكل نوع من الانتصار لها بشكل أو بآخر. ما لم تستطع تحقيقه على الأرض تحاول الآن تحقيقه بشكل التفاوض وخروج على الأقل من زاويتها باتجاه انتصار معين، أو تروجه لجمهورها على اعتبار أنه انتصار. الآن من الواضح أن الضغط الأمريكي ليس هذا الضغط الكبير، ولكن هي يعني من الواضح أن الإسرائيليين والأمريكان يناقشون هذا الموضوع، والذهاب باتجاه هدنة طويلة إلى حد ما، يعني يتحدثون عن من بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، نحن نتحدث عن هدنة طويلة، هذا يريدون التقاط الأنفاس ومحاولة الذهاب باتجاه إنهاء هذه الحرب. يعني هو هنا يكمن أساسا الخلاف، لأنه الجانب الفلسطيني واضح هو يريد إيقاف العدوان، فرق بين ما تريد إسرائيل بهدنة. حتى الآن لا يوجد هناك أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. الجانب الفلسطيني أوضح موقفه منذ البداية وهو لا يدخل هذه المفاوضات. وإذا لاحظنا كان هناك القطريين والإسرائيليين والأمريكان في وارسو، وبالتالي النقاش الآن الأمريكان يريدون الانتصار على هيئة أو على شكل ماذا بعد غزة، ماذا بعد القتال، وكأنهم انتصروا وبالتالي الآن نريد ترتيبات جديدة. هذا من جانب. الجانب الإسرائيلي يطرح قضية أخرى، أن الحرب ما زالت مستمرة وقد تستمر لأشهر عديدة، وندخل في المرحلة الرابعة من الحرب، وهذه المرحلة التي عبر عنها الإسرائيليون بأنها توقف القصف على غزة بشكل عام، إخراج بعض القوات من قطاع غزة، ولكن مع حق إسرائيل الاحتفاظ باستهداف أي لحظة وفي أي وقت كان وفي أي هدف يرونه مناسبا، وهذا ما يرونه استمرارا للحرب، وبالتالي هم يخففون الإمكانيات الذهاب أكثر لحرب، يعني وجودهم على الأرض الذي يكلفهم الكثير يريدون الانسحاب قليلا، ولكن مع احتفاظهم حق بقصف غزة وقصف أو اغتيالات أيضا القادة، وبالتالي هذه المرحلة الرابعة التي تحدثون عنها ويقول أنها قد تستمر لعدة أشهر، والأمريكان يقولون مع تخفيف الضغط كما ذكروا سابقا، وبالتالي هي محاولة لإخراج إسرائيل الآن وإخراج الأمريكان من هذه الوقفة التي الآن هم أصبحوا فيها. طيب أستاذ سمير الحسن في الاستوديو، كيف تقيم هذا الحديث الإسرائيلي حول الذهاب إلى هدنة ثم استئناف القتال؟ يعني الأمر إلى حد ما يبدو ساذجا بحسب البعض، يعني تخرج لي أسرى وأخرج لك أيضا بالمقابل، ولا توجد أي ضمانة بعدم اعتقالهم من جديد كفلسطينيين من يخرجون من المعتقلات والسجون الإسرائيلية، ثم بعد ذلك استأنف القتال في غزة. أولا هو عنده حاجة الآن أمام حالة الغضب في الداخل، هي أحد المحاولات للاحتواء، ولكن هو استنادا إلى الموقف الأمريكي الداعم بالمطلق، أنا رأيي حتى الآن الأمريكي يقوم بمناورة حتى على مستوى الإيحاء إلى الرأي العام الدولي بأنه يسعى، ولكن أمريكا قادرة خلال ساعات بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق نار فوري. ربما يراهنان كلاهما الصهيوني والأمريكي مع بعض الدول العربية بأنهم قادرون أن ينتزعوا بعض الشروط من حركة المقاومة في غزة وتخفيف الخسائر على الكيان الصهيوني. يعني الآن بعد مرور 75-76 يوم ماذا سيستطيع أن يفعل في الميدان؟ كل الموجات النارية، الطائرات، القصف، هو الآن أصبح داخل أحياء غزة، وهذا يعطي الأفضلية للمدافع من خلال حالة التكيف، من خلال الاستثمار بحالات الأنقاض، كل هذا. الآن هناك ضغوطات داخلية خاصة بعد مقتل 3 أسرى والفشل بالاستخبارات أو
إنقاذا، هو أمام حالة من الغضب العارم في الداخل، يبحثوا على أحد المخارج وإن كان بالشكل. أنا حتى أعتقد، يعني أعتقد حتى الآن لا توجد محاولات جدية للوصول إلى تهدئة، يعني حتى التفاوض تحت النار ما بعتقد المقاومة بعد كل هذه التضحيات والمواجهات ستقبل. لذلك لا نزال حتى الآن نحن في مراوحة ومناورة أمريكية إسرائيلية بالذهاب إلى التهدئة. لكن نعم سمير هناك نصل إلى تهدئة بس ولكن ليست بالشروط المطروحة الآن، أي بمعنى لا تفاوض تحت النار. لا تفاوض تحت النار. نعم. طيب كل ما طالت المهلة، يعني وضع المقاومة في غزة صامد، ويعني هناك ضربات موجعة للإسرائيلي، حتى بدأت أخبار اليوم عن مقتل عدد من المرتزقة جاءوا من أوكرانيا. طيب لكن الناس في غزة تعبت كثيرا، يعني نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، أن تجبر إسرائيل على ذلك، ما هو السبيل إلى ذلك؟ بدون شك الأكلاف كبيرة جدا هذه الضريبة، ولكن الشعب الفلسطيني طيلة 75 عام كان يدفعها بالمفرق، يعني حتى إذا أخذت قبل معركة طوفان الأقصى كان معدل القتل بالضفة كل يوم بشكل يومي 5-8 يوميا، كان يعني هذه الضريبة بأكلاف كبيرة، ولكن ما يجري في الميدان يستحق حقيقة، وما يجري ليس ضربات مؤلمة، قتال أسطوري غير مسبوق. إذا أخذت هذه البقعة الجغرافية الصغيرة فقط، بقعة صغيرة يعني 40 كيلو، وفي محلات من الشمال يمكن 8 يعني بالعرض، محلات بالجنوب يمكن 10-12، بقعة صغيرة 360 كيلو، وهناك أربع فرق وأضيف لهم أربع ألوية، وما نشهده من قتال بطولي لتدمير الدبابات ومواجهة الجنود، هذا قتال أسطوري يستحق هذه القضية. نعم بأكلاف كبيرة جدا، ولكن حتى الأعداد الكبيرة التي كانت تسقط في الأيام الأولى وصل المعدل إلى 700 شهيد يوميا، ما قام به العدو من قتل وتدمير وإبادة قد فعله وصل إلى الذروة. الآن مرحلة المقاومة أن يعني تنتقل هي إلى مراحل الذروة، كلما انتشر العدو. نعم هو دخل بطريقة اختراقات عمودية وشكل عقد هنا وهناك، ولكن كل الجيوب المنتشرة هي الآن بيد المقاومة. لذلك التفاوض الآن لا يعطي الإسرائيلي والأمريكي أفضلية لينتزع بعض الشروط الغير منطقية، الكل مقابل الكل، ما جرى قد جرى. يعني لماذا هو الآن يريد تهدئة ليأخذ 30-40 يسحب آلياته المدمرة، يرجع يعمل مسح من أول وجديد استطلاعي، يرجع يكون بنك أهداف من جديد، والواقع الحصار الخنق، وأكثر من ذلك يتحدث عن شكل آخر من المواجهات قد تكون لها علاقة بالاغتيالات بالقتل. لا أنا بعتقد الآن بذروة حماوة المواجهات يعني أصبح المدافع في وضعية تعطيه أفضلية. واضح. فكل الشروط التي تطرح الآن غير منطقية ولا تتناسب مع حجم هو حتى الميدان التضحيات. السياسي يبدو الآن يعني أخذ مساحة أكبر. دكتور سعد، يعني يوم أمس يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه تحدث مع وزراء خارجية فرنسا بريطانيا عن جهود أمريكا ورؤية أمريكا لضرورة إقامة دولة فلسطينية، يعني وكأنه لم يرى القيادات والرؤساء ووزراء خارجية العرب قاطبة. طيب هذا الموقف العربي، ما هو الدور على الصعيد الرسمي؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به لإجبار إسرائيل أو إيصال رسالة حادة إلى الولايات المتحدة بأنه فعلا المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون بخطر بحال استمر هذا القتل على المدنيين في غزة؟ ثانيا قضية إدخال المساعدات، يعني الناس الآن بهذا الطقس المتقلب خسرت كل شيء تقريبا. يعني نحن نقول منذ بداية الحرب أن هذه الحرب قد يعني عملت تغييرات كبيرة وجذرية في المنطقة.
على الصعيد الفلسطيني، على الصعيد الإسرائيلي، وعلى الصعيد الإقليمي أيضا والعالمي. هذه التغيرات يعني ما قبل 7 أكتوبر ليس مثل ما بعد 7 أكتوبر. العرب بإمكانهم ولديهم القدرة ولديهم الإمكانيات، حتى الفلسطينيين لديهم الإمكانيات إذا أردنا أن يكون هناك ضغط حقيقي على الإدارة الأمريكية وعلى العالم وعلى المجتمع الدولي، لتحديدا موضوع الآن الأهم إيقاف الحرب، والأهم أيضا المساعدات التي يجب أن تدخل للفلسطينيين في قطاع غزة. كان قطاع غزة الآن يعني من لم يمت بالقصف يموت من الجوع ومن العطش، لا سيما منطقة الشمال، شمال غزة ما زال هناك عدد هائل من الناس، ويقدر بما يزيد عن 400 ألف ما زالوا يعيشون في شمال غزة. وبالتالي يعني هذه أولوية أساسية، ونحن نستغرب يعني حتى ليس فقط الموقف العربي والموقف الدولي، وحتى المنظمات التي تتباكى ليل نهار أمام المجتمع الدولي على ما يجري، من يستطيعون القيام بشيء؟ يستطيعون يعني ماذا لو أن كان هناك كل هذه المنظمات التي تتحدث من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهم عندما يتحدثون عن هذه التقارير؟ ارسلوا 200 دكتور على سبيل المثال إلى رفح ودعهم يدخلون مباشرة، ولنرى ماذا ستفعل إسرائيل كمنظمات دولية. هل سيخففونهم؟ مغلق يعني المعبر، هناك متطوعون، مغلق المعبر، المعبر مغلق دكتور. عفوا، المعبر مغلق، معبر رفح موجود وهو تحت. نحن نتحدث عن دول عربية، ماذا تفعل مصر؟ مصر يعني المعبر هو الجانب المصري، والجانب المصري يجب أن يكون لديهم السيادة على المعبر من جانبهم، كويس، وبالتالي يستطيعون فتح المعبر من جانبهم وإدخال من يستطيعون إدخاله. المعبر لا يغلق هكذا، يغلق بأوامر من إسرائيل، وإسرائيل ليست موجودة عمليا على المعبر. يستطيعون فتح المعبر وإدخال الناس. الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تقوم به إسرائيل هي أن تقصف هؤلاء، وأن قصفت هؤلاء هذا سيكون يعني جريمة دولية، ليس فقط ما يحدث مع الفلسطينيين، وإنما للتحدي يعني للقصف لمنظمات دولية. طيب، بشكل مباشر. والعرب أيضا لديهم الإمكانيات يكونوا يعني أكثر قدرة أو أكثر قوة لتهديد المصالح الأمريكية حقيقة في المنطقة، ولكن نحن نعلم تماما أن الأنظمة العربية بمعظمها، لا أقول جميعها، بمعظمها مرهونة للقرار الأمريكي ومرهونة لما يريده الأمريكان، بل على العكس بعض منها حتى متقدم أكثر في هذا المجال، لدرجة أنه يشارك الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الفلسطينيين. وهذا خوف موجود فعليا، يعني هناك الكثير يعتقد بأنه زعماء عرب يتحدثون في الغرف المغلقة شيء أمام الأمريكي والإسرائيلي، ويريدون إسرائيل تنجز هذه المهمة، وفي الإعلام يتماهون إلى حد ما مع الشارع برفض هذا الواقع. طيب دكتور، أرجوك لنتابع هذا التقرير، حيث بعد أكثر من 70 يوم من هذا العدوان على غزة، الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على ثني يد المقاومة في الميدان، عجز يعود معه الحديث عن هدنة طويلة هذه المرة، وحركتا حماس والجهاد تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار. حسين السيد والتفاصيل. يتكرر المشهد، وفي كل مرة ينكشف العجز الإسرائيلي أكثر. تمعن إسرائيل بالغرق في مستنقع غزة، ومعها تخضع حكومة نتنياهو للأمر الواقع. يعود الحديث عن إمكانية الذهاب نحو هدنة طويلة نسبيا وفق شروط معينة كبديل للحديث عن القضاء على حماس، لكن للمقاومة الفلسطينية شروطها أيضا، وأولها وقف العدوان. بين الطرفين يتحرك وسطاء مصريون وقطريون في محاولة منهم لإيجاد أرضية لاتفاق أو هدنة، وتأخذ الأمور منحا جديا مع استقبال القاهرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. عوامل ضغط كثيرة ألقت بظلالها على إسرائيل ودفعتها لقبول هدنة بعد إصرارها على الاستمرار في عدوانها،
أولها طبعا حال المراوحة العسكرية على الأرض في غزة والخسائر الكبيرة وما يولده ذلك من إحباط، إضافة إلى القلق المتزايد من احتمالية اتساع المواجهات في الشمال وتصاعد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، معطيات يتأكد معها أن أهداف إسرائيل المعلنة في غزة باتت بعيدة المنال. ترى صحيفة واشنطن بوست أن من الصعب هزم حركة حماس، وأنه حتى لو جرى تحقيق انتصار شبه كامل في ساحة المعركة فإن ذلك لن يقضي على حماس. تذهب صحيفة جيروزاليم بوست أبعد من ذلك وتعترف أن إسرائيل باتت على شفا زلزال سياسي، وأنها ليست إسرائيل ذاتها قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر، متوقعة انفجار طوفان من الاحتجاجات والتظاهرات في الداخل عندما تتضاءل حدة القتال في غزة. رغم هذا التخبط يتمسك نتنياهو برفضه أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب وفق التصور الإسرائيلي، لكن الأكيد أن قادة الاحتلال باتوا على علم بأن المقاومة الفلسطينية غير قابلة للإلغاء وأنها باقية ما بقيت فلسطين. مشاهدينا، قبل متابعة الحوار مع ضيفينا نتابع هذه الصور. وهناك أخبار عاجلة ترد منذ بعض الوقت عن صافرات الإنذار التي تدوي بلا توقف. ننقل لكم تلك الصور نقلا عن القناة الإسرائيلية 12 وتنقل على الهواء مباشرة إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه وسط فلسطين المحتلة وما يعرف بمستوطنات غلاف غزة. إذن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وأيضا في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق رشقة يبدو أنها كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة، وتتابعون هذه الصور نقلا عن الإعلام الإسرائيلي. أستاذ سمير الحسن، يعني التقرير وهذه الصور لو نربط الموضوع، نتحدث عن 76 يوم من هذا العدوان الوحشي الإسرائيلي الذي استخدمت به جميع أنواع الأسلحة، فقط الأسلحة النووية ربما لم تستخدم، ولم تخجل إسرائيل من استخدامها، هي دعت يعني وزراء دعوا لاستخدامها لكن الواقع لا يسمح، وما زالت رشقات صواريخ بهذا الحجم تنطلق من غزة تصيب تل أبيب تصيب مستوطنات الغلاف، هذا كيف يفسر استراتيجيا؟ أولا واضح أن القيادة والسيطرة لا تزال صالحة، لا تزال تعمل، ومنذ اليوم الأول للهجوم البري المقاومة لم تعتمد الدفاع عن الجغرافيا، يعني لو كان هناك دفاع خطوط مستقرة أنا أعتقد كان حصل خلل، هي كانت تدرك حجم الهجمة، تقدم الدبابات، القصف التمهيدي وهو مبالغ فيه كثيرا، يعني عادة بيكون 3-4 ساعات 6 ساعات، يعني مش 20 يوم، يعني هذا إبادة، مما يعني أن منظومة الدفاع المرني التي كلما كان هناك ضغط، يعني على سبيل المثال تتراجع المقاومة تلتف المقاومة، يؤكد الآن ما يجري أن من الآن وصاعدا تكيف حالة المقاومة بالدفاعات المرنة هي قادرة حتى أن تخرج العدو من العديد من الأحياء التي دخلتها. شوفوا، قد يكون المشهد الأصعب عند تدمير الدبابة الأولى، بعد ذلك ينكسر حاجز الخوف، يتحول كل غزاوي إلى حامل للأربيجي وتصدي للدبابات. هناك من يتحدث عن حروب العصابات، ما يجري ليس حروب عصابات بالمعنى السائد، يعني الكر والفر، هناك سبات في بيت لاهيا، في جباليا، الشجاعية، بيت حنون، خان يونس، هيدا دفاع مستقر بس ولكن بطبيعة مختلفة لها علاقة بالتشكيلات، بالتزامن مع الرشقات بالصواريخ لقصف تحشدات العدو، وأيضا الهونات. هذا التشابك للأزرع هو من ميزات القيادة والسيطرة التي لا تزال تعمل بنجاح حتى الآن. أثناء التعليق على الصور يعني ذكرنا ربما تكون صلية من الصواريخ كبيرة، فعلا الإعلام الإسرائيلي الآن يقول لم نرى صلية صواريخ كبيرة كهذه منذ فترة، وهي طالت مدن الوسط أيضا بمعنى تل أبيب. دكتور سعد، أن يكون بمقدور المقاومة أن تقصف تل أبيب
بالوقت الذي تحدده المقاومة، بالوقت الذي يعني في اليوم، في الساعة، في الدقيقة، القيادة والسيطرة بيد المقاومة. بعد كل هذه الأيام الصعبة والقاسية على غزة من حصار وحشي ومن قصف وحشي لا يفرق بين البشر والحجر، إبادة جماعية بما تحمل الكلمة من معنى، هذا الفشل الاستراتيجي لإسرائيل كيف ستتداركه تل أبيب لتحفظ ماء الوجه؟ نعم، يعني من الواضح جدا أننا قلنا أن المقاومة بخير، وتعقيبا على ما تحدث به ضيفك وأنا أؤكد على ذلك، المقاومة في قطاع غزة كانت تنتظر هذه اللحظة بدخول القوات المحتلة إلى داخل قطاع غزة. ليس لدينا أوهام، ليس لدينا جيش ليواجه الاحتلال على حدود غزة وعدم تمكنه من دخول قطاع غزة، ليس لدينا أوهام هكذا. نحن ندرك أن إسرائيل لديها جيش كبير وقوي وتستطيع الدخول إلى غزة، ولكن بأي ثمن. هذا ما كانت تنتظره المقاومة، وهذا ما تقوم به حرفيا. الإسرائيلي يحاول أن يصور ذلك كانتصار بدخوله إلى بعض الأماكن في غزة، ولكن هذا يعني دون أدنى شك التكلفة والأثمان أصبحت واضحة الآن، والتقارير التي بدأت تظهر في إسرائيل عن حقائق فيما يتعلق بالأرقام والأعداد وما يجري في قطاع غزة مذهلة بالنسبة للإسرائيليين. ونتذكر بأن هذه أطول حرب حتى الآن تخوضها إسرائيل في على أي جبهة على الإطلاق، عدا عن حرب الاستنزاف في فترة السبعينات. الآن ما يتعلق في سؤالك، يعني ما يجري في قطاع غزة أن لدينا نحن كفلسطينيين الآن والمقاومة الانتصار الأول في 7 من أكتوبر. الآن الانتصار الثاني، هذا ما يراهن عليه نتنياهو، يريد أن يخرج بانتصار بأي شكل من الأشكال ليقدمه للجمهور الإسرائيلي. وإذا ما خرج الآن أو حصلت قضية التهدئة أو وقف لإطلاق النار، هذا إقرار بالهزيمة، وبالتالي ستنتصر المقاومة مرتين، مرة في المقاومة في الدخول إلى داخل أراضي 48 والإرباك الهائل والصدمة التي حصلت لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى الإسرائيليين فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، والآن النصر الثاني وهو نصر الخروج من غزة متعطئي الرؤوس. وبالتالي نتنياهو والأمريكان والجميع يحاولون أن يحصلوا على أي شيء يقدمه الجمهور الإسرائيلي على اعتبار أنه نصر، حتى لو إن كان قضية هدنة مع احتفاظنا بحقنا بالاستمرار في الحرب فيما بعد. أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه إيقاف للقتال بشكل أو بآخر، ولكن يريدون أن يكون هناك مخرج على الأقل يحفظ ماء الوجه بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو يحاول أن يصدر طوال الوقت، هو مستمر في هذه المعركة رغم أنه يدرك أنها خاسرة وأنه سيحاسب بعقوبة عالية جدا من الجمهور الإسرائيلي ما بعد الحرب، ولكن هو يريد أن يخرج على الأقل بماء الوجه أو بانتصار شبه بسيط، لأنه يدرك أن حياته السياسية قد انتهت تماما، وأنه ذاهب ليس فقط إسرائيل في اليوم الأول لانتهاء هذه الحرب، سيعلن عن انتخابات مبكرة. يعني لأول مرة نشهد في إسرائيل أن المعارضة تقف ضد الحكومة أثناء فترة حرب، هذا لم تحصل مسبقا في إسرائيل. لأول مرة نرى الجمهور يخرج في تظاهرات ضد الحكومة في مرحلة حرب. عادة الجمهور الإسرائيلي وإسرائيل ككل في أي حرب أو أي معركة كانت يكون هناك التفاف تام حول القيادات، ولكن في هذه المعركة هي يعني غيرت كافة المعايير. هناك تظاهرات وتظاهرات كبيرة جدا. الآن ما هو يعني جديد على المشهد، أهالي الجنود الذين موجودين الآن في قطاع غزة يقولون لا نريد أبناءنا أن يرجعوا إلى البيت بتوابيت، يعني انضموا إلى جوقة أيضا أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بالمطالبة بإيقاف الحرب. ليس هذا لا يعني بأن الغالبية العظمى في إسرائيل لا تؤيد الحرب ولا تؤيد القضاء على حماس من وجهة نظرهم، ولكن في نفس الوقت الأثمان التي تدفع، التكلفة العالية، ما يصل الآن إلى الإعلام الإسرائيلي من بعض التقارير التي تخرج هنا وهناك، أصبح واضح جدا أن إسرائيل تخسر هذه الحرب، ولكن الآن عليهم الاعتراف بذلك. وهذا ما الوضع أيضا صعب على جبهات أخرى الآن عاجل. على وسائل الإعلام الإسرائيلية يقول سقوط صواريخ في
بتاح تكفا وبني براك في تل أبيب، وصدود أيضا سقطت عليها صواريخ. هذا الواقع الصعب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أستاذ سمير في غزة يقابله واقع صعب أيضا على إسرائيل في البحر الأحمر بعد العمليات اليمنية التي يعني أخذت الأمر إلى منحى آخر تماما. ولو بدأت إسرائيل أو الولايات المتحدة ستكون هي من تنادي بعدم توسعة المعركة، فعليا تكون هي من وسعت هذه المعركة. وعلى الجانب اللبناني أيضا يعني هناك استهداف قبل قليل لعدد غير قليل من المواقع الإسرائيلية كما كنا نتابع من أخبار عاجلة في مزارع شبعة. كيف تقيم هذا التصاعد في العمليات؟ نتحدث الآن بالجانب اللبناني. يعني أولا كان هناك اعتقاد أنه لدى العدو ربما تكون عملية خاطفة سريعة، اعتاد دائما هو في السابق على الحروب التوسعية الخاطفة، إنما ما يجري الآن من مشاغلة على كل الجبهات. يعني على سبيل المثال هناك حاجة لدى العدو الصهيوني لتبريد في جبهة الشمال جنوب لبنان من أجل تعزيز قواته في غزة، كلما حصلت اختراقات وانتشر في الجغرافيا يصبح بحاجة إلى عديد. هنا أهمية جبهة جنوب لبنان كجبهة دعم ومساندة. ما تقوم به المقاومة هو شتت جزء كبير من القدرات، خاصة بعدما تم تدمير كل الكاميرات والمنصات ومراكز المراقبة، اضطر أن يسحب أعداد كبيرة من المسيرات لوضعها في جبهة شمال فلسطين. أيضا ما يجري في اليمن على مستوى تكبيد خسائر اقتصادية كبيرة، الآن حركة الملاحة تتلاشى يعني إلى حدود التوقف بالكامل بالرغم من كل التهويل الأمريكي. هنا تكمن أهمية تناغم الساحات. يعني ربما كان يعتقد البعض أنه يجب أن تكون بالمعنى التقليدي، كان هناك آليات عمل، كل هذا من أجل إطالة المعركة ستكون لمصلحة المدافعين، لأن العدو استنفذ كل قدراته بالموجات الأولى والثانية والآن يبحث على مخرج. أساسا يعني إسرائيل لا تتحمل حروب طويلة، هذه معروفة منذ فترة. يعني لا وحتى طريقة الإجرام، يعني لو كان سريعا هذا القتل بدأ يشكل رأي عام. يعني ما يجري هو انتقام وعقاب جماعي، لم يعد العالم يعني قادر أن يتستر أكثر من ذلك. لذلك أنا أعتقد هذه المعركة بالرغم من كل أكلفة هي معركة مقررة لكل المنطقة وليست جولة، إنها معركة فاصلة في الصراع العربي الإسرائيلي. لذلك يجب أن نتعاطى مع ما يجري بأنه تحول استراتيجي حتى على مستوى استعادة دور القضية الفلسطينية. ما جرى من إهمال طيلة السنوات الماضية من الغرب لم يعد أحد قادر أن يتجاهل هذه. متأكد أنه هذه القضية لا تهمش ولا تلغى. نعم. هناك شعب ويعني هناك حقوق ولها مطالب. طيب قبل الختام وأيضا سنأخذ منكما تعليقا، كل يوم يمر على هذا العدوان الإسرائيلي يعطي أهالي غزة شعوب العالم أمثلة جديدة في الصمود وفي حب الحياة ولو فوق الركام. نتابع التفاصيل مع محمود العوضية. قصص الناس ومعاناتهم في شمال قطاع غزة لا تنتهي، فبالرغم من تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في شمال قطاع غزة إلا أن النازحين يصرون على مواصلة حياتهم حتى فوق ركام منازلهم. عائلة فلسطينية هنا في شمال قطاع غزة تعتلي ركام هذا المنزل الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معسكر جباليا شمال قطاع غزة، يخبزون دقيقهم فوق ركام المنازل حتى يسدوا رمق أبنائهم. روش في الليل من السر من البخبطوا علينا، احنا مسلمين، احنا بيحاربوا في ناس عاملين في بيوتهم بحرفوش في دولة عظمى، حرام عليهم. وين المسلمين؟ وين العرب؟ الله أكبر، الله أكبر على العرب وعلى ما متخذين معاهم، وبقتلونا وقتلوا أولادنا وبنتنا في دارها انقصفت، وأربع شباب راحوا لي. الله أكبر، الله أكبر على كل واحد متخاذل مع اليهود. وإحنا بدل ما نعيش في بيوتنا مطمئنين وكويسين أطلعونا من بلادنا السفلة المنحطين
وجينا هنا هنا عايشين في بيوتنا، ضربوهن وخربوا ديارهن وقتلوا اولادنا، وحياه ثقيله وصعبه. يصر الفلسطينيون هنا في شمال قطاع غزة على مواصلة حياتهم في رسالة تحدي للاحتلال الإسرائيلي، أنهم لو قصفوا بيوتنا سنمارس حياتنا فوق ركامها. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. على صمود أهالي غزة وهذه الرسائل التي يعلمها الشعب في غزة لباقي الشعوب، نأخذ منك تعليقا دكتور سعد. يعني ما هو جميل في كل ما حصل، رغم هذا الألم الضخم وهذا القتل وهذه الإبادة الجماعية والتي رآها العالم وتأثر منها، ولكن لو نظرنا إلى كامل وسائل التواصل الاجتماعي الكل يدرك أن هذا الشعب شعب عظيم، شعب يعني جبار، لم يروا لحظة انكسار. هذه قضية مهمة، رغم كل هذا الدمار وكل هذا القتل هناك كرامة لدى الشعب الفلسطيني، وهذا ما تعلمه الغرب، أن لا نستطيع أن نصدق كيف الفلسطينيين يتصرفون بهذه الطريقة. نحن لنا في هذه المقاومة وفي هذا النضال منذ 75 عاما. المراهنة على إخراج الفلسطينيين من غزة فشل تماما، لأن الفلسطينيين لن يخرجوا من غزة بعدما جربوا 48 الهجرة والتهجير وكونهم لاجئين. هؤلاء اللاجئين مستمرين الآن بالحياة ومستمرين في العطاء ومستمرين في المقاومة. لم يتعبوا. بأحد الأصدقاء الأجانب يقول لي: أتعلم يعني ما قدمه الفلسطينيون خلال 100 عام الماضية من المقاومة تكفي لتحرير 10 دول. نحن نواجه مجتمع دولي كامل يقف على جانب هذا. بالوقت المتبقي أرجوك دكتور سعد، نريد أيضا أن نأخذ تعليقا من الأستاذ سمير الحسن. يعني ما يقدمه شعب غزة أسطورة، ملهم لكل الشعوب، وأيضا هنا نريد أن ننصف الشعب في جنوب لبنان لأنه أيضا صمد وغادر بعض المنازل التي هي معرضة للاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية، كذلك الشعب اليمني الذي يحتضن هذه القوات المسلحة ومعها في نصرة غزة. بدون يعني بدون أي شك ما جرى طيلة السنوات الماضية من تكامل على مستوى كل محور المقاومة فصائله مقاوماته يتكرس اليوم أكثر فأكثر في الميدان. هؤلاء في غزة لا شك أنهم أسياد ثوار العالم، ما قدموه من نماذج على مستوى القتال غير مسبوق، وبدي أقول للحجة يما أنتم العرب. شكرا جزيلا لك الأستاذ سمير الحسن الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية. الشكر لك دكتور سعد نمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، كنت معنا من رام الله. مشاهدينا شكرا لكم، هذه التغطية انتهت، في أمان الله.